انتي زعلانة مني؟ اه طب ما تزعليش، مش انتي عارفة ان انا ماما وبحبك قوي؟ تزعلي مني برضو؟ اه عشان انتي مش عايزاني افضل عند تنت كيمي وكارما، وكمان لسه بتتكلمي على بوبي وحش. طب اقولك على حاجة حلوة، ايه رأيك اختك ونروح لكيمي المستشفى؟ هتبقي مبسوطة؟ طب يلا بينا. بس هو احنا مش هنقول لكارما؟ لا ما هي كارما مشغولة دلوقتي مع عمو مالك، أول ما هيخلصوا اللي هما بيعملوه ده هيجوا لنا على هناك على طول. اتفقنا؟ يلا بينا. الشنطة بعد إذنك. يا لحبتي اركبي.